السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. إخواني إن شاء الله بدنا نتكلم اليوم عن طريقة فك المراوح اللي بيجي البودي تبعها مش حديد، بيجي عبارة عن صاجة، بكون صاج زي هيك، أكيد بتعرفوهم، أكيد مروا عليكم مثلهم. هاي بتيجي كبس هيك، الستاتر بكون مغطى وبكون طابقين على بعض بهذا الشكل هيك. فإحنا أول إشي في البداية يعني بنحاول إنه نفتحهن هيك عن بعض، وبنسحب الجهة الخلفية، بنحط مفكين من متقابلات، بنسحبهم تطلع جهة، بالعادة دائما بتطلع جهة منهم سهلة والجهة الثانية هي اللي بتكون يابسة أو ماسكة بزيادة، صعبة إنها تطلع. وبالتالي إذا بنطلعها بطريقة غلط ممكن إنه الصاج هذا يعني يتبهدل معانا أو يخرب أو ينطعج أو كذا، فبدنا نعرف كيف بدنا نفكها إن شاء الله. لكن حابب أنا بس أحكي لكم شغلة قبل ما نبدأ نفكها. إخواني في كثير فنيين، يعني بصراحة أنا بعتبرها هاي برضو من الأخطاء، انه بيعمل قياس الفورمة كبير شوي زي ما انتو شايفين، خاصة انه الملف بكون غاطس جوا الستيتور زي هيك، وبس يخلص بلف عليها لزيق لاصق عالداير على اساس انه ما تضرب في البودي. طبعا اللي لفه من فوق من جهة الملف من تحت، ومن فوق لف عليها لاصق على اساس ما تضرب، وللأسف بكون ضارب بالحديد وبينهم هذا اللاصق بس، الملف يعني بكون ضارب بالحديد وبينهم هذا اللاصق بس، فمع الحم ومع الكذا بتلاقيه بيعمل تلامس مع الجسم وبيحترق المحرك. يعني لو تلاحظوا المحرك من الداخل حتى هون نظيف ملفاته، يعني لو ألفه مع الداير ملف تقريبا من جوا نظيف، لكن المحروق اللي من برا اللي هو من جهة الصاج. بعدين كمان اللي محروق واللي ذايب اللي هي الوصلات اللي هون، لاحظوا هو عامل الوصلات فوق بعض بحيث انه حتى حجمهم بطلع كبير فبضرب في البودي. فهنا اول ما يسخن المحرك، اول ما يعني بعد فترة من تشغيله يسخن، بضرب المحرك من هذا السبب. فيا اخواني انا نصيحتي اعمل الفورمة قياس الفورمة صغير ومرتب على حسب البودي عندك. الشباب يعني بيعملوه كبير شوية، اريح لهم في التسقيط واسهل لهم واسرع، لكن يا اخي الشغل يعني بيحتاج احيانا انه تكون القياس صغير، ولو الشغل فيه غلب شوي، لكن لازم الواحد يشتغل على الأصول. طيب خلوني أحاول أنا بس أثبت الكاميرا على أساس أورجيكم. طبعا إحنا الطريقة هي طريقة بسيطة، يعني راح ندق بالشاكوش، لكن دقة واحدة من هون، دقة واحدة من هون، دقة واحدة من هون، دقة واحدة من هون. ما نركز الدق على جهة واحدة، لأنه ما راح يطلع معانا وراح يسحب شرائح الستيتر ويفسخهم عن بعض. فبدنا إحنا دقة واحدة بس، دقة واحدة ودق خفيف مش قوي كثير، يعني دقة واحدة من هون، دقة واحدة من هون، ومن هون ومن هون، دقة دقة على الداير بيطلع معانا الصاج بكل أريحية وكل سهولة. وما نركز الدق زي ما حكينا عشان ما يخرب الصاج. خلوني أحاول أثبت الكاميرا وأرجع لكم. طبعا زي ما حكينا بهذا الشكل، دقة أو دقتين يعني، ها شايفين؟ أنا كنت طبعا دقه من أول على أساس إني بس بدي أورجيكم، بس مجرد دقة أو دقتين بيطلع معانا الستيتور. بس خلوني أورجيكم الملف من ورا. لاحظوا حتى الملف من ورا حط عليه لزيق أو لاصق على داير الملف. لاحظوا زي ما ورجيتكم انا انه الملف من جوا نظيف تقريبا،
شايفين كيف؟ لكن الحم والحرق من برا على الدائر استيتور من الجهتين. يعني لاحظوا الملف هنا او المجموعة هنا، دليل انه اللي ضارب فيه هنا من عند الوصلات، يعني اكيد ضاربين كانوا بالشاصي. فهي هي اخواني، ان شاء الله انه تستفيدوا من هذا الفيديو. المهم انه هذا صاج، عبارة عن صاج، فما ندق عليه بزيادة. دقة من الجهة اليمين وبعدين من مقابلها، ومن جهة الشمال وبعدين من مقابلها، دق متساوي من جميع الجهات على اساس انه يطلع معانا الصاج وما يتبهدل وما ينطعج وما يخرب. والملاحظة الثانية انه يكون قياس الفورمة تبعتنا على حسب الجسم من برا تكون صغيرة وكويسة وما تضرب البودي، وما في داعي ساعتها لما تكون صغيرة ما في داعي ساعتها نحط احنا لاصق او نعزل او نحط ورقة حوالين الملف، لانه ما راح تحتاج، راح تكون بعيدة. طيب انا بس حبيت اورجيكم كيف شكل اللف، او كيف شكل او حجم اللف بعد ما لفيته انا. ملف صغير وكل شيء تمام. لاحظوا ارتفاعه عن الستيتر من هون قديش، ما في مسافة، يدوب سنتي سنتي ونص فقط. لاحظوا من كل الجهات طبعا، ولاحظوا من برا. احنا كيف بدنا نعرف انه من برا انه كويس؟ ما راح يضرب في البودي، ما راح يضرب في الغطاء لما نحط الغطاء. كيف بدنا نعرف؟ بنحط احنا مثلا خشبة هيك على الداير وبنشوف مسافتها. لاحظوا كيف انها بعيدة عن الملف، وبنمشيها زي ما هي هيك مستقيمة. طبعا انا مش عارف اعمل هاي من هون. لاحظوا، بعرفش اذا واضح عندكم، بعيدة عن الملف. لاحظوا كيف، وبنمشيها على داير الملف، وهيك بنعرف انه البودي ما راح يضرب. طبعا لاحظوا من جميع النواحي. طبعا انا لما لازم امشي معاه هيك ببين انه ضرب معاكم، فهيك ببين معانا انه من كل النواحي ملف بعيد. خلونا نلفه من هون مثلا. لاحظوا هاي لفنا من هون، لاحظوا من هون، من هون. لاحظوا المسافة بعيدة طبعا من الجهتين، من فوق ومن تحت نفس الكلام. لاحظوا الملف بعيد، ولو لفنا من هاي الجهة فهيك احنا بنشتغل شغل مرتب وزي شغل الشركة، واحسن من شغل الشركة، لانه الشركات اغلبهم ما بتعزل، احنا بنعزل، فشغلنا احنا احسن من شغل الشركة بكثير. وهاي هي المهم انه يكون القياس صغير، وما في داعي نحط لاصق، وما في داعي نحط ورقة، وما في داعي نعمل اي شيء. الحجم صغير بينزل معك، بتسقط معك بكل اريحية وبكل سهولة وما فيها مشاكل. طبعا الان انا كبست جهة، طلعت الاسلاك من مكانها، ولاحظوا الملف من جوا يعني قديش بعيد. لاحظوا هون، يعني حتى انه ممكن ايدي تيجي تحتيها، فبعيد الملف الحمد لله من تحت كثير. بدي انا بس احط لكم شغله اللي تبين انها بعيده، يعني لاحظوا الورقه بتدخل تحت الملف ما في مشاكل. وهاي هي ان شاء الله، بس يعني انه تستفيدوا من هذا الموضوع ويكون شغلنا مرتب وكويس وقياسنا صغير ومناسب للحجم، على اساس انه ما نتغلب وما نقعد نلف ورق ونقعد يعني نعمل لاصق وكذا وامور زي هيك، وفي الاخر لما المحرك يشتغل فتره ويسخن بضرب تماس مع الجسم. فاحنا عشان نتجنب هاي المشاكل نخلي شغلنا مرتب ونظيف وصغير وكويس ما في اي مشاكل. وهاي هي
ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسه والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاه على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.